السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين كيف تعاملت الكاف مع ملف مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الكاف، ولم يحسم الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف في أول رد منه على مصير المباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان بعد رفض النادي المغربي خوض المباراة. ما عرفت والله ما نعرف، بالك يديروها في بلد محايد، بالك يديروا مباراة ماتش باراج، مباراة واحدة المتين يقطع، بالك يديروها بدون جمهور، بالك ما تنجمش تعرف. حنا نقارعوا ونشوفوا، خاطر ما كاش كان اللي يقول لك باللي الوقت ونشوفوا الوقت ونشوفوا من ونشوفوا، وكاش اللي راه على بالو، يعني هضره اعلام راه يهضر، اعلام مغربي ولي زوسيو فانيغرام يهضروا هذوك في المواقع يهضروا، احنا منا الاعلام تاعنا وحنا رانا نهضروا، ما كاش لا عارف. الناس اللي راهم قراب الموتيبي والقراب اللجنه راه على بالو واش كاين. حنا غادي كيما يقول لك غادي يروحوا للعداله، تاوعنا يروحوا للعداله، خاطش علاه ماناش عارفين واش كاين، ما عندناش واحد اللي يجيب لك واش كاين، مكاش مكاش اللي يجيب لك واش كاين، مكاش ابار تاع موريتانيا اللي انسحب اعتذر باش يحضر في الاجتماع هذاك، اعتذر هذا مكان، بصح حاجه وحده اخرى مكاش اللي على بالها، كاش اللي راه على بالو واش كاين، شكون اللي على باله؟ عندنا فماك ما عندناش، ما عندناش فماك شتا كاين، مكاش خطرة خطرة الليبيين بغاو يلعبو، قالك كان عندهم شوية فوضى 2012 كان عندهم شوية فوضى، هي قالك لا نلعبو في بلادنا، الحاج محمد راهو رواه ما هدر ما والو، نلعبو هما ياكلو في روحهم، نلعبو 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 نلعبو، تالي رسلت لهم رسلت لهم الكاب، قلت لهم ما تلعبوش فماك، الستاد هذا كان مقبول، اي خرجوا من بيت تونس المغرب، راحوا المغرب لعبوا ربحنا 1-0 فماك، الناس كان على بالنا واش يصرى، واش غادي يصرى، دروك ما راهش على بالنا، ها البروبليم وين راه، ها البروبليم اللي كنا نحذرو منو من 2017. عقلونا اللي كنتو تصفقوا، راكم عاقلين اللي كنتو تصفقوا وجايين ضد الحاج محمد راهو راهو وجايين، كان نقولها لكم ونعاود، كان عندنا 64 موظف، كان عندنا 12 رئيس هيئه والاخرين موظفين فماك، موظفين خدامين في البيروات، خدامين كانوا موظفين اعضاء ومنا وكلش، بصح للاسف راني عقل نهار اللي خسر نهار اللي خرجوا الاعلام تاعنا فرحان ويطاكي في الحاج وفرحانين من الحاج خسر، راني عقل قلت لكم ماشي الحاج محمد راهو راهو اللي خسر، الجزائر راهي خسرت، قلت لكم ما حافظتوش عليها كرجال، اليوم غادي يجي وقت تبكو كالنساء، ايا وروا لي واحد اللي على بالو، رانا نقارعوا ليزيد وهيب شا يهضر، نقارعوا الرجال اللي يعرفوا القوانين، نقارعوا لهم شا يهضروا، مليا ما كاش، مليا ما كان والو، هذه هي. وإن أوضح الاتحاد الذي يترأسه الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي أن الملف مباراة اتحاد العاصمة وناظره البركاني تمت إحالته إلى الجهات المختصة، يعني تشوف كي كثروا لك اجتماع اجتماع يكثروا باش يقتلوا، أنا نقول لكم هذو باش يقتلوا، كيما الضربة تاع الشهر الجاي نعلنوا شكون اللي ينظم كأس إفريقيا 2025 لا دات فلانية طاف 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 من بعد رقدونا كاع رقدونا رقدونا بعد جاتها المغرب، واو لله كنا نقول لكم يا ودي هذو 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 الاتحاديه اللي كانت مقبل، الاتحاديه اللي كانت مقبل تاع زبيزب وكلش، هذو الا هما يمشوا في الوقت يربحوا الوقت، ها مازال كيما نهار اللي خرج علينا مكرم بالاعلام هما يعني احنا شفناها عند ربي، هما بعد خرجوا قال لك لا قالوا لك كيما الملف تاع الماتش تاعو، قال لك لا الملف تاع 2025 رانا خلينا واحد تاع 2025 ودرنا واحد تاع 2027، يكسروا عليه كان باش يربحوا الوقت برك، هذا مكان يكذبوا على الدوله، هذا مكان وين قدم وين باش يقتل لك قضيه، يكسر لك اجتماعات، يكسروا اجتماع الفلاني لا ما خرجناش بقرار، جايه نخرجوا بقرار، لا ما خرجناش قرار، جايه نخرجوا بقرار، بصح الناس اللي يكون تكون عندهم قوه راهم يخدموا
حنا ما على بالناش ياجل لك القرار ياجل لك القرار ياجل لك القرار يمشي ياجل مشي ياجل مشي ياجل الافا يبردك يبردك كاع ينسيك طاك راحت. كيما ترجي التونسي ميدان الوداد المغربي كيما ترجي التونسي ميدان الوداد المغربي قعدت عام ومن بعد خرجوا قرار قال لك ترجي التونسي هو بطل افريقيا. اي اقلب واه ولا لا؟ هذه هي وقدم الاتحاد الافريقي للعبه اعتذار لرعاة وشركاء البث التلفزيوني عن الازعاج والذي تسبب فيه الغاء المباراه، وجاء يعني رد الهيئه الافريقيه للعبه مغتضب ولم يعني يقدم اي تفسيرات او توضيحات اكثر دقه بخصوص هذه القضيه. ما مدوا والو يا جماعه، ما مدوا والو، ناس كذب بكذب، ناس صح خلينا الناس لهم يهضروا قوانين ويهضروا منا، كل واحد يهدر القانون ليساعده، كل واحد راه يهدر القانون ليساعده. انا ان شاء الله بربي يخرج كاش واحد يهدر لنا الحقيقه، ما يجي من ما يجي من يعطينا واش كاين. هذه هي. وينتظر الجمهور الرياضي الجزائري بما في ذلك الانصار ليسمع القرار الدولي بخصوص المباراه في وقت اجمع فيه الراي العام الافريقي على ان الكاف يعني سوف يعني تؤهل نادي بركان نهضة بركان. وفي هذا الصدد وانكشف رئيس مجلس إدارة نادي العاصمة كمال حسينة أن ممثل الكاف حاولوا منع يعني حاولوا منع عناصر الفريق الجزائري من الدخول إلى أرضية الميدان تزامن مع رفض ضيف المغربي للدخول الملعب واللعب. وأبرز كمال أن الاتحاد العاصمة رفض ذلك وأصر النزول إلى أرضية الميدان غير مبالي بعدم دخول النادي الخصم إلى الميدان. ومن مرتقب أن تلجأ الهيئة يعني والاتصال يعني بنادي تاع اتحاد العاصمة إلى المحكمة الرياضية لاسترجاع حق الاتحاد العاصمة الذي ليس مخول للقيام بهذه المهمة. ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي في الساعات القادمة بخصوص مباراة الاتحاد العاصمة ونهضة بركان وحسم مصير نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. خاطر غادي ما يطولوش، لازم ما يطولوش، ضرب ما دام الحديد حامي كما يقول لك، ما دام الحديد حامي. هذه هي. حسب انت سهله ولا ما هي سهله اخويا؟ يعني يقول شوفوا شوف وين هذيك يقولوا لها بن حمو المغربيه المسؤوله عن الاعلام والتسويق في الكاب، شوف كيفاش عندهم هذا من خاطر هذه كان هذه اللي كان قاضبها حنايا، كان قاضبها كان قاضبها اخر كيسموه حرحاد 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 جزائري عليك. هو اللي كان قاضب في الاتحاد الافريقي يعني كان مسؤول عن الاعلام والتسويق في الكاب، هو اللي كان قاضبها. هاك تشوف كانوا كاينين خدامه، بصح الله غالب خويا. هاك تشوف هذه هي، واش دير عندك ما دير خويا؟ هاو معليش، شو اللي باغي يعرف شو بير مليح شكل يهدر روحو يشوفو داير واحد التيت يسموه الخيانة الوطنية. رئيس اتحادية السابق يعطي ملفات سرية لقدع، روحو شوفو شو تعرف. كانت الناس تعاير فيا ويكذبوا فيا، بالصح الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. كنا نقولوا الحقيقة واليوم كاين اللي يجي لي مالك راك ساكت؟ لا ماني ساكت، نهضر هادي جا نهضر لك على على العيادة. واو لا واش عليا اليوم نهضر؟ كرهنا ملينا، ما عينا نوصوا فيكم، ما عينا نقول لكم. قلت لكم انا اليوم شاني باغي نبكي بكاء النساء. كنا نوصوا فيكم قلنا لكم اوقفوا فيها كرجال في طعمة تبكوش كنسة، الله غالب.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. سعيد وخوتي.